أحلف بسماها وبطربها، أحلف بنوبها وبالجدها، أحلف بسماها وبطربها، أحلف بدروبها وبالجدها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمبنى وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمبنى وبالمدفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صوت بلدنا. صوت بلدنا، كل صوت ولاد بلدنا في كل بيت في مصر. النهاردة معنا حلقة متميزة بنتكلم فيها عن تحالف أبناء الوطن على مستوى الجمهورية. حلقتنا النهاردة لتدعيم رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. معي الآن الدكتور فتحي سلامة رئيس تحالف أبناء الوطن. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله على السلامة. المهندس السيد زين العلومي الامين العام لتحالف ابناء الوطن على مستوى الجمهوريه، اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا دكتور. اتكلم في المجمع الاذن. اهلا بحضرتك يا دكتور. الدكتوره وجيهه التبعي عميده كليه الدراسات الانسانيه، استاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعه الازهر، وعضو مجلس النواب السابق، والمشرف العام لشؤون المراه على مستوى الجمهوريه، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. المهندس ناجي شكر، عضو مجلس إدارة شركة المياه والشرب بالدقهلية، ونائب رئيس التحالف لأبناء الوطن لدعم رئيس الجمهورية، رئيس قطاع الأمن والأزمات، ورئيس نادي مياه الدقهلية. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بحضرتك يا دكتور. شرفتنا يا باشمهندس. شرفنا بحضرتك يا دكتور. شرف لنا. دكتور فتحي، بداية بنقول مبروك للسيد عبد الفتاح السيسي. الرموز اتوزعت أول امبارح، خد رمز النجمة الذهبية. تقول لي النهارده واحنا جايين ندعم فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاوزين نعمل توعيه للشباب على مستوى الجمهوريه ازاي ان احنا نطلع نحط صوتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كمصريين وكتحالف بيدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. طيب دورنا ايه كأبناء مصر، او دورنا كشعب مصري؟ دورنا ان احنا هنعمل توعية للناس البسيطة اللي مش عارفة يعني ايه انتخابات ويعني ايه اختيار رئيس جمهورية. احنا هننزل الشارع على الكافيهات، النوادي، الشركات، الجامعات، هننزل كل مكان في جمهورية مصر العربية لتدعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره رئيسا للبلاد لتكملة مسيرة الإنجازات. تمام. طيب احنا ايه اللي مسلط على مصر؟ مسلط على مصر عيون العالم كلها في الانتخابات الآتية بالتحديد. طب ليه؟ عارفين ان مصر ما بيختارش رئيسها الا الشعب. طيب الشعب عايز ينزل يختار الرئيس ويمارس حقه الدستوري. طبعا في ثلاثة قصاد الرئيس. احنا طبعا بندعم رئيس الجمهورية علشان تكملة مسيرة البناء والعطاء. بنوعي الناس في جملة بسيطة خالص، طبعا مصروف عليها مليارات مليارات الدولارات ومحدش واخد باله منها. انك تيجي تكلم حد يقول لك يا سيدي ده الرئيس كده كده ناجح. الجمله دي بالذات مصروف عليها مليارات عشان ما حدش يخرج وما يبقاش في حشد قدام اللجان. لكن احنا بنوعي الناس وبنقول لهم لا، لازم تنزل وتدي صوتك لاختار اي حد، اختار اللي انت عايزه، بس لازم نظهر قدام المجتمع الدولي ان احنا بنختار رئيسنا وبنمارس حقنا الدستوري. وطبعا صوت المصري، صوت المصري او الشعب المصري رصاصه في قلب عدوك. تمام. نرجع لك تاني يا دكتور فتحي، ولكن نروح للمهندس السيد زين الامين العام على مستوى الجمهوريه دعم رئيس الجمهوريه.
استاذ سيد، بدايه احنا انت عملت مؤتمر وعملت اجتماعات على مستوى الجمهوريه، الامناء على مستوى المحافظات، ايه الجديد لتدعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ خلاص باقي شهر او اقل من شهر عن الانتخابات. طبعا بشكر حضرتك يا دكتور طارق على الاستضافه الجميله دي جدا، وبشكر المهندس ناجي شكر، وبشكر الدكتور فتحي سلامه، وبشكر سياده العميده دكتوره وجيه. ده دليل ان احنا ناجحين وماشيين صح، واحنا معاك يا ريس وبدعم الريس. واول حاجه ان شاء الله هنعملها باذن الله يا دكتور طارق باذن الله من غير مقاطعه، ان احنا هنبدا نعمل ندوات. طبعا اول حاجه هنعملها ندوات طبعا لطلبات الجامعه، والحاجه دي تخص طبعا الدكتوره وجيه، هتحدد لنا لقاءات مع الطلبه في الجامعات، ونعمل ان شاء الله لقاءات ومؤتمرات لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا ان شاء الله ان شاء الله مكملين المشوار، ولا يهمنا كلام اي حد، اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد، احنا صح، والدليل ان احنا قاعدين في مكاننا هذا. احنا ماشيين صح والحمد لله، واحنا معاك يا ريس قلبا وقالبا. وطبعا في نداء عاوز اقوله، طبعا ننسى نغمه كده كده الرئيس ناجح، لا، لازم نثبت للعالم كله اجمع ان شعب مصر يؤيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولازم يبقى الناس موجوده في لجان الانتخابات، لازم العالم كله يعرف ان احنا كلنا ايد واحده وعلى يد رقبه واحده، ولازم الناس كلها تعرف يا دكتور طارق مين تحالف ابناء الوطن. احنا بندعم الوطن وبندعم رئيسنا واي مواطن في مصر من حقه يدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله ان احنا في مكاننا هذا وبنعلن عن نفسنا، واحنا معاك يا فخامه الرئيس قلبا وقالبا، احنا معاك يا رئيس قلبا وقالبا، ولا يهمنا اي اشاعات حد، واللي يقول يقول واللي يعيد يعيد، اهم حاجه كلنا كل حاجه تصب في الدوله مصر ومصلحه مصر وامان مصر واستقرار مصر الوطن. تمام، نرجع لك تاني يا باشمهندس، ولكن نروح للمهندس ناجي شكر، محدث ولا حرج، عضو مجلس اداره البيع والشرب، رئيس قطاع الامن والازمات، رئيس نادي مياه الشرب بالدهلية. اهلا بحضرتك. النهارده جايين نتكلم عن تحالف ابناء الوطن ايد واحده خلف قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول ايه للشباب وتقول ايه للشعب المصري من خلال برنامج صوت بلد؟ بدايه يا دكتور انا بحب اشكر حضرتك وفريق الاعداد المتميز والساده الحضور الزملاء الافاضل. هو بس انا حبيت اتكلم على لما نيجي نخاطب الشباب، شبابنا شباب واعي، شباب من خيره شباب العالم، فلما نكلمه لازم نكلمه بطريقة وبمفاهيم توصل له ويستوعبها ويؤمن بها أو يصدقها. فلما نيجي نتكلم ليه احنا جينا ندعم السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم نقول الأول احنا عندنا مشاكل، بالفعل عندنا مشاكل، عشان برضو ما نتكلمش كلام عشوائي. احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل في ايه؟ عندنا زيادة أسعار، زيادة الأسعار ديت زيادة عالمية، ودي سببها كلنا نعلمه وهو الحرب الروسية الأوكرانية. عندنا بطالة، بالفعل عندنا بطالة، ولكن نسبة البطالة عندنا 7.1، نسبة البطالة بين الشباب الأمريكي 8.4. بنتكلم عن الدين الخارجي، الدين الخارجي 165 مليار دولار، الدين الامريكي 22 تريليون. الدين الخارجي لامريكا 22 تريليون دولار، منها تقريبا 8.4 دين للصين لوحدها. معليك الدين الخارجي لو قلنا المملكة المتحدة 8.4 تريليون، فرنسا 5.7، واخد بال حضرتك؟ فاحنا بنتكلم على ان احنا في وضع متميز والصوره مش ضبابيه. ولكن النهارده لما نقول ان احنا لما جينا طلبنا من السيد الرئيس وتوسلنا اليه في 4 يونيو 2014 لما تولى سيادته رئاسه الجمهوريه، طبعا بعد ما انقذنا من براثن الجماعه الارهابيه، الرئيس مسك الحكم وكان الاحتياط النقدي 15 مليون دولار. حضرته وصل بالاحتياط النقدي في 2019 ل 40 مليار دولار، بالرغم من كم الانجازات اللي سيادته حققه في خلال الفتره. اول ما اشتغل سيادته اشتغل على تحقيق الامن والامان، وطبعا كلنا عانينا من الانفلات الامني اللي كان
بعد ثورة 25 يناير كلنا كنا عايشين في رعب، كلنا كنا تقريبا بنخاف على أولادنا، بنخاف ده موضوع يعني تحقيق الأمن والأمان ده دكتور طارق لوحده في رأيي كفيل إن احنا نخلي الرئيس وندعمه إلى مدى الحياة. سيادته رجع هيبة الدولة، سيادته حافظ على الأمن القومي المصري، حقق العديد من المشروعات ونفذ العديد من المشروعات العملاقة، منها القومية، منها طويلة الأمد ومنها قصيرة الأمد. لو حضرتك هتسمح لي أو في وقت إن احنا نعدد بعض الإنجازات. طيب ماشي تمام، يبقى احنا نتكلم على لو اخترنا ثلاث إنجازات منهم أو أهم إنجازات يعني من وجهة نظري. سيادته عمل، احنا قلنا حقق الامن والامان، ده انجاز كبير جدا. سيادته عمل العاصمه الاداريه الجديده ومجموعه من المدن الجديده، من اسيوط الجديده، سوهاج الجديده، المنصوره الجديده، كم كبير جدا المدن تقريبا انهى او نهى على ازمه الاسكان في جمهوريه مصر العربيه، ودي كانت مشكله كبيره جدا. سعادته عمل 4800 كيلو متر طرق أنهت على الأزمة المرورية والاختناق المروري على مستوى الجمهورية. يعني عشان الوقت وعشان الزملاء، أنا عندي طبعا إنجازات كبيرة جدا، هي مئات الإنجازات للسيد الرئيس، ولكن احنا بنقول إن آخر حاجة من وجهة نظري العرض المهين والعرض اللئيم اللي كانت عرضته أمريكا وإسرائيل على السيد الرئيس، وهو إن هم يرحلهم فلسطينيين غزة أو يهجروا فلسطينيين غزة في جزء من سيناء، وطبعا العرض سعادتكم كلكم عارفينه هو إسقاط الدين الخارجي 165 مليار دولار بالإضافة ل 250 مليار دولار. يعني الصبح كنا نلاقي الجنيه المصري تقريبا بيطلع لسانه للدينار الكويتي. سيادته طبعا ببعده المخابراتي وبعده السياسي وبعده العسكري طبعا أحبط المخطط ورفض بات، وقال إن حل القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري ده مستحيل. طبعا. وانا نرجع لك تاني يا باشمهندس، بشكر حضرتك عشان ندي فرصه نرجع لك تاني، ولكن نروح بقى للسيده الدكتوره وجيهه التابعي. بنقول لك الف مليون مبروك على العماده، الله يخليك، عماده كليه الدراسات الانسانيه بتفاعل الاشراف محافظه الدقهليه، وانت نموذج مشرف للمراه المصريه. الله يخليك. كمراه مصريه وماسكه في تحالف ابناء الوطن لشؤون المراه، عرفينا بقى دور المراه المصريه في الانتخابات القادمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي والمبعوث رحمة العالمين. أنا عايز أقول حاجة، أن المرأة المصرية في كل المحافل وفي كل المجالات وفي كل الميادين هي بيكون لها دور بارز ودور مهم جدا. المرأة المصرية هي نبض الشارع، وهي نبض الوطن، هي الأم، وهي الزوجة، وهي الإبنة، هي اللي بتحس بكل المشكلات وبتعصرها وبتتعامل معاها وبتكيف حياتها ليها. الأم المصرية عندها استعداد تجوع، لكن ما عندهاش استعداد إن الوطن يفقد منها. الأم المصرية أو المرأة المصرية وقت الجد ووقت الشدة هي ممكن تكون جندي على فكرة. هي في الأرض، هي في الفرن، هي في السوق، هي في كل مكان. المرأة المصرية عندها من الوعي اللي يخليها تدرك كم المخاطر اللي بتحاك للوطن. تمام. المرأة المصرية أو الشابة المصرية الواعية النهاردة، حتى المرأة البسيطة جدا جدا بعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين، لو كان نسبة وعيها للمخططات والتحديات اللي بتحيط بمصر لو جزء قليل، فهي عرفت زي ما تفضل معالي واتكلم وقال ان ده كان مخطط مقصود به الاستيلاء على سيناء، وكمان جر مصر لحرب. بحنكة السيد الرئيس ووعيه المخابراتي قدر يحبط كل التفكير الهدام اللي هم بيجروا مصر ليه، سواء كان مشكسات، سواء المرأة المصرية بحسها الواعي قدرت تدرك ان ممكن مصر تكون في خطر، ان مصر ممكن في لحظه والتانيه نلاقينا في حرب وتلاقي ابنها او جوزها شهيد. فالمقارنه كانت موجوده بين ان الوطن والاستقرار اللي موجود دلوقتي، اللي انا كموظفه بخرج من بيتي الفجر
في أمن واستقرار. النهاردة الناس بتخرج من الأفراح أو بتخرج تشتري أي مستلزمات بالليل، بترجع مطمئنة على بيتها، مطمئنة على أولادها هم في الدروس، حسوا أن الشارع في استقرار، حسوا أن الوطن في أمان. ليه؟ لأن في قائد حكيم، قائد عنده ثبات انفعالي، قائد عنده حنكة سياسية مخابراتية، يقدر يزن الأمور ويقدر يقرأ الشخصيات اللي قدامه ويعرف هم عايزين إيه. أكمل مع حضرتك، ولكن معنا مكالمة مهمة جدا من الرجال المخلصين الوطنيين اللي بيحبوا وطنهم بجد، سيادة اللواء أركان حرب مهندس هشام در. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ، أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب، ومشرفنا برنامج صوت بلدنا قناة الصحة والجمال. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وانت طيب. حلقه النهارده بنتكلم عن تحالف ابناء الوطن وتوعيه الشباب وتوعيه المراه المصريه والرجال والنساء والفتيات وحتى الاطفال، ان احنا نقف خلف قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكمله نهضه مصر الحديثه وتكمله الاستقرار والامان داخل البلاد. بدايه انا بشكر حضرتك على استضافتي في البرنامج، وبحيي ضيوفك الكرام اللي موجودين مع حضرتك. هو بس انا عاوز ليا كلمتين على الناس اللي بتقول كده كده فخامه الرئيس هينجح. انا عاوز الناس ترجع بالذاكره ورا ل 2011، وان سيادته اخذ البلد تعتبر يعني كانت كتله نار، وكلنا شفنا كان حالنا شكله ايه، والامان اللي فيه اللي ما كناش موجودين فيه كان شكله ايه، والناس كانت بتمشي الشارع ازاي. انا شخصيا كنت عشان اروح اطول عربيتي كنت ببسل بنزينة، وناس كتير، مش احنا مش انا بس، ناس كتير جدا، ما كانش فيه الكلام ده كله. كون سيادته تحمل هذه المسؤوليه وعمل الشغل اللي احنا شفناه في مدار السنوات السابقه، اعتقد كل الحاضرين مع حضرتك وكل الشعب المصري، لو كان سيادته نزل بالبرنامج الانتخابي بتاعه اول ما ترشح للرئاسه وقال انا هعمل الكلام ده، كنا قلنا الكلام ده مش مظبوط ومحدش يقدر يعمله. وسيادته حقق انجازات بجميع المقاييس تعتبر نهضة مصر الثانية. يعني أنا ما بعرف تاريخ كده بنهضة مصر الثانية بعد محمد علي باشا، أنا في اعتقادي كده وقناعتي الشخصية كده. كم الإنجازات اللي عملها على الأرض واللي ضيوفك الكرام ذكروا بعض منها مش كلها، ده إنجاز عظيم جدا يحسب له. المنصب رئاسة الجمهورية في مصر بالذات ده مش تشكيف، ده تكليف، وإحنا يا شعب مصر لما نيجي نكلف حد لازم نكون نكلف حد قد المسؤوليه. احسب كده حضرتك، يعني انا كنت ماسك بعض شركات الميه، مشاكل وعمال وموظفين وازاي تجيب دي وتعمل دي، ما بالك بقى رئيس جمهوريه ماسك يعني جمهوريه بحجم مصر، وسيادتك عارف التهديدات الخارجيه اللي اكتر من الداخليه. فاحنا المفروض في داخل مصر ندعم هذا الرجل، هذا الرجل عمل لمصر كتير، واحد غيره كان قاعد وريح دماغه. انما القصه اللي احنا فيها دلوقتي، الناس اللي بتقرا التاريخ، المخطط الصهيوني اللي عاوز يتنفذ والسبت واقف لها بالمرصاد وبيتحدى امريكا شخصيا، وده ما كناش بنشوفه قبل كده. لا طبعا. مصر مستهدفه من سنين، والمخطط يمكن كلاكيت 20 مره بيحاول مره. شكرا للسيد اللواء اركان حرب هشام ذره. حاجة تفرح من الرجال الوطنيين المخلصين في مصر. تقول ايه؟ هو انا بس يا طارق بيه، يعني هو في انجاز يعني وحيد هعدده للسيد الرئيس، ده مهم جدا 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 في مجال الصحة، وهو القضاء على فيروس سي. طبعا احنا اصبحنا النهارده في مصر زيرو فيروس سي، ومبادرة اثبتت ان مصر مفيش فيها فيروس، مفيش فيها فيروس سي. وبالفعل وزارة الصحة بتبذل جهد جبار، وفي الحملات اللي بتعملها، حملة 100 مليون صحة، حملة رعاية الأم والطفل، دي حاجات بصراحة تفرح العديد من المستشفيات. واللي زي ما قلت لحضرتك الإنجازات أنا حافظها تقريبا كلها، بس هي عايزة حلقات وحلقات وحلقات بإذن الله. ولكن احنا بنطالب السيد الرئيس وبنقول له يا ريس احنا في ظهرك وداعمين وكمل مشوارك. ويا ريس احنا يعني بنرجوك، مش بندعمك، احنا بنرجوك يا ريس عشان خاطر البلد اللي انت بتحبها وعشان خاطر ولادك وولادنا، استمر يا ريس واحنا في ظهرك، وانا واسرتي وكل معارفي وكل عيلتي داعمين للسيد الرئيس وواقفين معاه،
وتحيا مصر طارق بيه ومتشكرين جدا لحضرتك. دكتوره وجيه هنكمل كلامنا مع حضرتك بصفتك تحالف امن الوطن لشؤون المراه. تحب توجهي ايه للمراه المصريه؟ انا اقول للمراه المصريه انت حضرتك بتضربي اروع الامثله في التضحيه وفي الصبر وفي التعامل مع كافة التحديات سواء أسرية سواء في تربية الأبناء. النهاردة أصبح دورك في الحفاظ على الوطن ومكتسبات الوطن. أصبحنا النهاردة المرأة لازم تتكلم مع أولادها ولازم تبقى عندها من درجات الوعي اللي هي تقدر يكون عندها صوت الانتخابي القوي اللي تثبت للمجتمع الدولي وتثبت للسيد الرئيس ان المرأة المصرية دائما وابدا هي خلف القيادة السياسية لان الام دائما عايزة الاستقرار. تمام. والمرأة عايزة تحس بالامان وعايزة اولادها يعيشوا في جو فيه سلم وامان. المرأة عندها استعداد تجوع، عندها استعداد تواجه ازمات اقتصادية، لكن ما عندهاش استعداد كل يوم تلاقي بيتها منتهك وتلاقي الشارع بتاعها منتهك وتلاقيها زي فلسطين واللي بيحصل في فلسطين. انا عايزه اقول لحضرتك المراه النهارده عندها استعداد ان هي تقوم بادوار كتير جدا في المجتمع، والمراه اصبح عندها من درجات الوعي والمناصب والمسؤوليات اللي اصبحت قادره على تحدي وتخطي الصعاب واداره الازمات. اذا كانت المراه البسيطه بتقدر تدير ازمه اقتصاديه طاحنه وتقدر تعدي بولادها البر الامان. عشان كده المراه السيد الرئيس بيكرم المراه وزيره عضو مجلس نواب طبعا مديره عامله كليه بسم الله ما شاء الله طبعا. وعايزه اقول حاجه كمان مهمه، مقعد في مجلس النواب وانا كنت عضو مجلس شعب يعني عايزه اقول للسيد الرئيس حضرتك بذلت الجهد وضحيت بوقتك وسنك ومرحلتك العمريه وبان عليك السن من الهم والضغوط اللي عليك، واحنا مقدرين كل ده واحنا سند لحضرتك في كل ده، واحنا مؤمنين بدور حضرتك الوطني والهام لحمايه ارض مصر وحمايه ارض سيناء. انا مبهوره من القوه والحنكة اللي السيد الرئيس وجه أكتر من رسالة لكل قيادات العالم إن مصر قد التحدي ومصر إن شاء الله بإذن لأولادها بإذن الله. شكرا لك دكتورة، نرجع لك تاني. دكتور فتحي، تحالف أبناء الوطن. تحالف أبناء الوطن اسم كبير جدا لدعم رئيس الجمهورية، يعني الوطن إيد واحدة طبعا، القوة مش مثلا الوطن اللي هم مثلا فرع معين من الشعب، لا، التحالف جميع الأطياف. تمام. جميع أطياف المجتمع المصري. تمام. هم دول تحالف أبناء الوطن. طبعا في وحدة وطنية معاكم. طبعا طبعا. ومسلم ومسيحي هم مصر. تمام. هم شعب مصر. تمام. في حاجة بسيطة برضو عايز أقولها لكن هي كبيرة جدا في المقام. نسينا نقولها. من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة وقوفه أمام العالم أجمع وصد العدوان عن مصر وعن سيناء وتصفية القضية الفلسطينية. كون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف ضد إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل دول أوروبا ويقول لهم لا، مفيش حد هيعد سيناء، مش عشان أن احنا مش قادرين نشيلهم، لا، عشان القضية الفلسطينية ما تموتش. ما تموتش. عدم تصفية القضية الفلسطينية. اللي معلش اسمحني. انت قلتها قبل كده يا دكتور ان يا فلسطين ما تسيبش ارضك. انا ناشدت الشعب الفلسطيني في الحلقة اللي قبل دي وقلت ان كل فلسطيني يتمسك بارضه. ارضه هي عرضه. تمام. لكن كون انا كمصر هستقبل هستقبل 10 مليون هستقبل 20 مليون وما بقولش عليهم لاجئين. ما بعملهمش خيام، لا، ده هم بيدوبوا في وسط المجتمع المصري واللي للمصري هو اللي الضيف اللي عنده. تمام. لكن الريس أدار الأزمة دي وتعتبر في الآونة الأخيرة من أكبر الأزمات اللي واجهت مصر وواجهت الدول العربية كلها. وحضرتك عارف أن يوم مؤتمر مصر للسلام شوف الدول العربية عملت إيه. تمام. شوف منظر الرئيس كان عامل ازاي. تمام. جالك تاني يا دكتور، ولكن نروح بقى للمهندس السيد زين الامين العام على مستوى الجمهوريه لدعم رئيس الجمهوريه. انا عارف ان انت راجل مخلص، راجل وطني، بتحب وطنك كويس جدا، ولكن توعيه الشباب عاوزه حنكه، وان الشباب
لازم يلتف حول تحالف أبناء الوطن. أنت عملت إيه؟ طبعاً أول ما بدأنا في تحالف أبناء الوطن طبعاً عرفنا الناس كلها يعني هدفنا من تحالف أبناء الوطن هو دعم الوطن. تمام. خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وياما ناس كتير يعني هجمتنا وناس يعني وقفت ضدنا والحمد لله. احنا بندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واحنا ابناء الوطن واحنا بنقول لك يا فخامة الرئيس احنا معاك في ظهرك عشان حضرتك من اللي انت عملته انجازاتك كلها انت حضرتك عملتها كلها يعني حاجه مشرفه بجد. يكفي ان احنا عايشين في امن وامان دي. تمام. حاجه جميله جدا ان احنا عايشين في امن وامان. تمام. وتحالف ابناء الوطن دعمك وفي انتخاباتك وعاوز الشباب برضو ما تسمعش ولا تروج الاشاعات الا على الفيس ولا على التواصل الاجتماعي. دي اشاعات كلها مغريه. تمام. هدفها كله يعطلوا المسيره بتاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. احنا مكملين المشوار وانا بقول من مكاني هذا بوجود قيمات محترمه جدا المهندس ناجي شكر دكتور فتحي سلامه عميد كليه يعني مربيه فاضله لاجيال وانا موجود في وسطهم يعني حاجه تثبت لي واقول لنفسي انا مكمل المشوار رغم انف الحاقدين انا مكمل المشوار ومش هرجع خالص. وبشكرك يا دكتور طارق جدا. بلا سريع في ثواني اخر كلمه تحب تقولها للشعب المصري. انا بدعو جموع الشعب المصري بالنزول طبعا في لدعم السيد الرئيس وعايزين الانتخابات الرئاسه تبقى عرس نتباهى بيه امام العالم كله. عايزين الناس بالفعل ينزلهم يحسسوا العالم ان هم نازلين بيحبوا رئيسهم وبيحبوا الراجل اللي انقذهم من الجماعه الارهابيه باذن الله. وشاكر جدا لحضرتك دكتور فتحي. احنا عايزين نثبت للعالم كله قوه الحشد يوم الانتخابات ونبين للعالم كله ان مصر كلها عن بكره ابيها طالعه تختار زعيم قاد الامه وقت الازمات ونجمه في وسط العالم كله هي النجمة الوحيدة المضيئة لأن هو رؤساء العالم كلهم بيخدم الصفات الحميدة في ثعلب المخابرات عبد الفتاح السيسي. صحيح يا مصر. دكتورة وجهها في ثواني كلمة بسيطة للشعب المصري والمرأة المصرية. عايز أقول للمرأة المصرية انت طول عمرك لك دور ايجابي وقويه جدا وهتثبتي في الانتخابات اللي جايه ان عندك من الوعي الكافي انك تدركي اهميه الامن والاستقرار اللي احنا عايشين فيه. وهقول للسيد الرئيس كلنا في ظهرك وسند وكلنا هنخرج ان شاء الله عشان نثبت بس للعالم كله ان احنا مدركين لكم المخططات وفاهمين وعارفين كل حاجه ومكملين مع الرئيس بتاعنا وان شاء الله ربنا يعينه ويكمل كل الانجازات لاولادنا ولاحفادنا ان شاء الله. مهندس السيد زين الامين العام. ونفسي اعمل حاجه جميله جدا انا حبيب. اتفضل. كلنا ايد واحده. تحالف ابناء الوطن من اجل فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. عبد الفتاح السيسي. شكرا دكتور فتحي سلامه رئيس تحالف ابناء الوطن دعم رئيس الجمهوريه. شكرا المهندس السيد زين علومي الامين العام لتحالف ابناء الوطن. شكرا لناجي بيه شكر المشرف العام عضو مجلس اداره شركه المياه والشرب نائب رئيس التحالف لعمال مصر رئيس قطاع الامن بسم الله ما شاء الله رئيس نادي مياه الدهليه دكتوره وجيهه بنشكرك جزيلا عميده كليه الدراسات الانسانيه بتفانى شرف محافظه دهليه. شكرا لكم. انتظرونا الفقره الثانيه برنامج صوت بلدنا مع الضيوف الكرام استاذه هبه الزهيري امينه المراه مساواه الجمهوريه استاذ احمد عبد الوهاب والاستاذ احمد صبري. انتظرونا.